أهلا وسهلا فيكم في جلسة جديدة من جلسات نادي كتاب Out and About، منصة المواطن العالمي القائمة على 5 قيم أساسية: المحبة، السلام، التقبل، والتسامح، والعطاء. جلسة اليوم في نادي الكتاب حتكون لمناقشة قصة لا يوجد لصوص في هذه المدينة للكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز. طبعا الكل بيعرف مين هو ماركيز، هو كاتب، صحفي، ناشط سياسي كولومبي، انولد عام 1927، توفى عام 2014، عاش معظم حياته في المكسيك وفي أوروبا. هاي واحدة من قصصه، له كتير روايات مشهورة، وهاي من القصص القصيرة تاعته. هاي جزء من مجموعة قصصية اسمها لا يوجد نصوص في هذه المدينة، وبتحمل اسم الكتاب. هنبدأ نحكي عن القصة هلا. ما بعرف مين قراها ومين لا، بس في حدا بحب يعطينا ملخص عن القصة، إنه شو هي، شو الإشي اللي قرأه باختصار، هيك باختصار سريع، إذا حدا قرأ القصة وبحب يحكي لنا ملخص عنها. إذا حد بحب يحكي. يعني أنا ممكن أحكي؟ آه طبعا، تفضلي سلمى. طيب هلا أنا قرأت القصة. مبدئيا أنا مش من هواة ماركيز أبدا. أنا من الناس اللي ما عجبتهم 100 عام من العزلة، يعني I'm so sorry للناس اللي عجبتهم. بشكل عام يمكن هو ما بيستهويني أسلوبه، وكمان أنا برضو ما بتستهويني القصص القصيرة بشكل عام. هلأ بس هاي القصة هي مع إنها هي بسيطة كتير، بس هي فعلا يعني هيك. هلأ كان في شوية، بتوقع هي يمكن بسبب الترجمة، كان في شوية مواقع أنا حسيت في فصلان، يعني ما حسيتش إنه الفكرة عم توصلني صح. الترجمة بس سيئة كثير، صح. بس مع ذلك يعني إذا بدنا نيجي نطلع على الفكرة النهائية، إنه بالذات أول ما صارت الحادثة إنه الكل قال أكيد حدا غريب لأنه لا يوجد لصوص في هذه المدينة، لكن بالآخر بيورجينا إنه لا، إنه اللصوص هم موجودين، وطلع بخلاصة ما راح أحرقها، بس يعني هي الخلاصة بالآخر إنه فعلاً إنه يمكن الواحد يكون إشي أهون من إنه يكون إشي تاني، اللي هو الخلاصة اللي وصلنا لها بالنهاية. واختار يعني كمان دائما المفارقات، اللي هو لما يختار إشي تافه كتير، انه انا حرامي بس اللي سرقته هو الكرات البيسبول، او مش عارفه هم بلياردو. هاي واحدة من الشغلات، مرات كان يحكي طابات بلياردو، مرات طابات بيسبول، بس هي مفهومه انه طابات البلياردو، فانه يعني الدنيا قامت وقعدت على طابات بلياردو، يعني حتى المصاري مش مسروقين. فقديش الموضوع تافه، بس مع ذلك صارت عليه بلبله، والكل ادعى الشرف، لكن بالآخر يعني اتضح انه لا، ما فيش شرف في هذا، ويبدو انه كل اللي في المدينة لصوص. صحيح، وبس هذا كان رأيي. شكرا سلمى. طيب ما انه سلمى دخلت تحكي عن الفكره، بدات اوريدي تحكي عن الفكره الرئيسيه تاعت القصه، مين بحب يحكي شو الفكره الرئيسيه تاعت القصه اللي حاب مركز انه يوصلها في هاي القصه؟ مين بحب يحكي لنا الفكره الرئيسيه اللي بتدور حواليها، او المحور الاساسي اللي بتدور حواليها هاي القصه؟ اللي حابب يحكي يرفع ايده، اعمل ريز هاند. تفضلي سمر. مرحبا. هلا هي القصة هاي فيها كتير يعني أهداف، سو حابة يفرجي. هلا لما صارت السرقة، مثل ما قلت إنه لما بيعتقد إنه ما في لصوص، فأول ما توجهت أصابع الاتهام قالوا إنه لابد يكون إنه غريب، من غير ما يعرفوا يعني، من غير ما يدققوا. فقالوا دائما بيلقوا الفساد او اي يعني هيك، بمعنى انه هي الشعوب الضعيفه او الفقيره كانه بترمي اللوم اذا صار في اي سرقه او في فساد او اي شيء بصير، بيرمي اللوم على الاشخاص الغرباء اللي هو بتمثل بالزنجي. وبرضه هون بتمثل برضه دور فساد السلطه اللي بتمثل بالعمده، انهم هم مصرين انه يلصقوا التهمه بالزنجي مع انهم متاكدين انه هو بريء، لأنه قال إنه كان مع في ملهى مع ست، فقالت وهي كانت مستعدة تشهد، بس خوفوها على أساس إنه هي ممكن يقولوا إنه هي كانت شريكته في الجريمة، وأعطوها شوية فلوس 20 حسب عملتهم، فما شهدت معه يعني.
فهو يعني انه وترحل من البلد، واخذوا حتى منه 30، ناسي اسم العمله، فترحل من البلد بزفاه وتنال التعذيب. فهي وبرضه بيفرجونا البطل القصه، مع انه هو يعني شاب، انه معتمد على وسامته واناقته وعينيه الجميلتين، كان انه يعني اتكالي، وممكن هذا بيظهر انه قديش في بطاله بين الشباب، وبيبينوا انه هم كانوا بيقضوا اغلب اوقاتهم باماكن اللعب واللهو، ما عندهم اشي يعني ينتجوا، ما يعني هذا كل الشعب الملاحظ فيه انه غير منتج. وكان يتكل على زوجته اللي بتكبره ب 17 سنه تقريبا، وهي اللي تشتغل بغسيل الملابس وكيها، فهم اتكل عليها. فانه في هو صور البؤس يعني بالمدينه، وكيف الفساد مستشري فيها. وبرضه مع انه هو هذا البطل، مع انه هو لص يعني اضطر انه على اساس يثبت نفسه او بده يجيب فلوس يفرجي لزوجته انه هو بيقدر يجيب فلوس او غير ذلك، ما بعرف شو هدفه. ما تمكنش لانه يجمع، لانه هو بسيط، رجل يعني شاب بسيط، وما إله باللصوصي او بالمكر وبالخداع. وحتى لما شاف الزنجي يعني اخذوه بداله، هو كانه صابه تأنيب ضمير، فحب يرجع الكرات البلياردو لانه بده يخلص من عذابه تأنيب الضمير، طبعا بطريقه هاي مش ساذجه، لانه درجه انه هي يعني هي زوجته حاولت تمنعه وهو ما قبل، بس هو عشان يرتاح. ففيها يعني بهاي الروايه انه هو بسلط الضوء الفساد بس اللي بتمتلك السلطه، وايضا باللي معهم، يعني هو صاحب بلياردو برضه هذا الفاسد، وبرضه بفرج الفقر اللي هو بدفع للفتيات للاماكن اللهو، والشباب بيروحوا يعني كلهم ضايعين. واللي بيشتغلوا هم عايشين، يعني حتى صور كيف كانوا هم عايشين كأنه بشقق متلاصقة أو غرف متلاصقة، وبيشتغلوا بأنه ما يكفيهم يعني أجار البيت والأكل والشرب. شكرا سمر، شكرا سمر، أعطتنا ملخص تقريبا عن القصة، شكرا كثير سمر. أستاذ عفيف تفضل. تحياتي للجميع. أنا كمان رح أعمل إطلالي على القصة. لا يوجد لصوص في هذه المدينة، يتبادر لذهننا لما بيطلعنا هيك عنوان وكأنه المدينة ربما تكون المدينة الفاضلة. بما أنه ما في مدينة فاضلة بعالمنا، فمن نافل القول بأن جميع المدن يوجد بها لصوص، الاحتمال الأكبر على لصوص على اختلاف أنواع وتخصصاتهم، نوع مواقعهم الوظيفية والاجتماعية. حتى مثل ما بنعرف المدينة اللي جرت فيها أحداث هذه القصة ما بتختلف كتير عن بقية المدن أو البلاد وحتى الدول. سكان هالمدينة وبنوع من المكابرة والإدعاء بصروا على اعتبار مدينتهم تنعم بالأمن والسلام، وإنه أهلها ومسؤوليها كمان بيتمتعوا بالعف والنزاهة، هالشيء اللي بيجعلهم بعيدين كل البعد عن أي شبهة تطالهم، فلا يوجد بينهم من هو لص أو فاسد. لكن الحقيقة عكس هالشيء، فبمدينتهم هذه وبكل المدن يوجد لصوص ولكن بأقنعة ومسميات مختلفة. أنا بقول أنه يبدو أنه نظرية المؤامرة شائعة منذ زمن، ولا تزال تستخدم شماعة للتهرب من تحمل المسؤولية. لذلك عند حدوث أي خلل بالنظام العام تتجه الأنظار مباشرة إلى العنصر الخارجي، تتهمه بالتدخل بزعزعة أمن المدينة وسرقة خيراتها. بيبدأ بحث عن إيجاد أو خلق ضحية لتحميل تبعات ما تعرضت له هذه المدينة.
وهذا اللي حصل فعلا بهالقصة لما تم التوجه مبطن إلى الغريب الزنجي البريء واتهامه بالسرقة بالرغم إنكار التهمة وإثبات مكان تواجده ساعة حدوث السرقة، ولكن هذا ما قدر يشوف لأن السلطة أو القيمين على شؤون المدينة بيريدوا إنه يثبتوا للسكان إنهم قادرين يسيطروا على الوضع ويكتشفوا المجرمين وهن العين الساهرة على أمنهم وعلى اكتشاف يعبثوا بها الأمن حفاظا على هيبة الحكم. بهالقصة على الرغم من قلة عدد صفحاتها إلا أنه يمكن أنه نستخرج منها عدة سرقات. فعندما اتهمت الشرطة زورا الزنجي البريء وعاقبته على ذنب لم يقترفه، فهي بتكون سرقت العدالة وسرقت حريته وسرقت أمانه. وأيضا لما لم تلفت لشهادة اللي شهدت بأن الزنجي كان معه وإجا العددة أو بيعتبرها شريكة بالجريمة، فهذا يعتبر عمل ترهيبي وسرقة لحرية وسرقة للحقيقة كمان ولقول الحق. حتى داماسو وإن كان أنه سرق الكرات الثلاثة هذا في الظاهر، ولكن باعتماده على التشكع بالحانات والشوارع ومعتمد بمصروفه على زوجته اللي بتعمل بكي الملابس، فهو بيكون عم يسرق على جهده. وما اكتفى بهالشيء، سرق منها الأمل والفرحة عندما حاول إسقاط جنينة أو يموتوا. أما إذا أردنا التحدث عن مالك صالة الألعاب روك واللي هو مؤتمن عليها، فهو السارق الحقيقي لمبلغ 200 بيزوس، ولكن بحكم مركزه استطاع إخفاء حقيقة فعل وإبعاد الشبهة عنه ورمي على الآخرين. برأيي يمكن اعتبار روك هذا نموذج عن كثير من الذين يعهد إليهم بمسؤوليات مختلفة وبيستناسبهم وحصانتهم المعنوية للقيام بأبشع أنواع السرقة والفساد والاحتيال، لكونهم بيمتلكوا الكثير من الحنكة والدهاء فإنهم بيبقوا خارج دائرة المساءلة والعقاب. الذي يقع في المصيدة هو اللص أو اللصوص الأقل ذكاء ودهاء، وهذا ما قصده الكاتب لما أنهى روايته على لسان أو قصته على لسان روك لما أن تكون لصا ليس أسوأ من أن تكون مغفلا، بمعنى أن السرقة في إلى تقنيات وفنون مش الكل بيقدر يمارسها ويزمت من العقاب. وهذا اللي حبيت أقوله، وشكرا لكم. شكرا شكرا أستاذ عفيف، يعطيك العافية. رائدة تفضلي. مساء الخير. أهلا رائدة، مبسوطين بوجودك. وأنا أكثر والله، وسوري إذا حوالي راح يكون ضجة بس لأني بريعة. ما في مشكلة، تفضل. أول نقطة هلا يعني وأنت بتحكوا انتبهت لها إنه الترجمة ما أظن إنه فيها خطأ، لما حتى مرة إنه كرات بالبلياردو ومرة حتى إنه كرات بسكوت. أوكي، أظن إنه هون رائدة. هلا المشكلة إنه مو حواليك ضجة، المشكلة إنه صوتك مو طالع أبداً، عم بيكون ثانية بس أجيب السماعات وأحكي عادي يمكن يكون أفضل. هلا هيك أنا أوكي طيب هيك تمام. هلا هيك صوتي أحسن؟ ممتاز. هيك صوتي أحسن؟ ممتاز. صوتي أحسن؟ طيب إذا بدنا نحكي إنه النقطة الأساسية هي من حيث الترجمة، لما مرة حكوا إنه كرات بيسبول ومرة حكوا إنه كرات بلياردو. صوتي واضح؟ ممتاز صوتك، واضح جدا. استنى شوي، مش سامعة. صوتك واضح. استنى شوي، صوتي واضح؟ صوتك واضح رائدة، تمام سامعينك. طيب. ليش أنا بحكي إنه هون النقطة؟ النقطة إنه أصلاً ما كان في جريمة سرقة بالأصل،
بالأصل في عملية إيهام بالسرقة، واللي انسرق ما انسرق بالأصل إنه كرات بلياردو. الكرات البلياردو هي كرات عاجية وذات ثمن، فعشان هيك صاحب الصالة حكى له إنه الأسوأ من إنك تكون سارق إنك تكون مغفل، لأنه هو عارف إنه أصلاً ما في جريمة، وهو ادعى حدوث الجريمة حتى يستطيع يخبي جريمته الأكبر صاحب الصالة. فهي الرواية القصة إذا بدها تيجي تحكي، بدها تيجي تحكي عن فكرة أول إشي تشوه العلاقات اللي موجودة بهذا المجتمع. لو بدنا ننتبه كل العلاقات في الرواية مشوهة، علاقة البطل مع زوجته، علاقته حتى مع المومس، علاقة المومس مع طفلها، عدم إدراكها مين أبو الطفل، كيف رمت الطفل واهتمت بنفسها، الزنجي وكيف تم معاملته. فالقصة بحد ذاتها بدها تيجي تحكي لك إنه من السهل جداً في مجتمع مشوه العلاقات، مشوه في بنيته الأساسية، إنه ندعي وجود جريمة. فعشان هيك كانت الرواية إنه لا لصوص في هذه المدينة، لأنه الأصل ما في جريمة، الجريمة الأكبر هي كانت ادعاء وجود جريمة للتغطية عن عملية السرقة. فأنا حسيتها هي أقرب للنقد السياسي، رواية سياسية بامتياز، رواية إنه كيف الدول بنحكى عنهم اللي هم مثلاً أمريكا اللاتينية وغيرها، إنه قدرات مقدراتهم مسروقة، وإنه في ناس عم بياخدوا هاي المقدرات، وعشان هيك حالة الفقر. فهي كأنها تغطية لعمليات السرقة اللي بتتم. هاي هذا رأيي أنا بالقصة، وأسفة للإطالة وللإزعاج. شكرا رائدة. بس رائدة ما فهمت نقطة إنه ما في جريمة. هلا هو سرق كرات البلياردو وجابهم وحطهم ودفنهم هو ومرته تحت السرير وكل هاي القصص، لكن فعليا الميتين بيزو ما كان في فلوس في الجرار. هو الشخص راك صاحب البار أو صاحب قاعة الترفيه حكى إنه سرق فلوس مع الكرات، هي الكرات انسرقت، سرقهم وحاول يرجعهم بعدين دمازو، لكن ما كان في 200 بيزو في الموضوع. هذول ادعاء من بختلف. أنا هون اللي بختلف، أنا بحكي أصلاً ما انسرقوا كرات البلياردو من أصلاً، ولا شو الإشي اللي أخذوا لمرته ورجعه وحاول يرجعه؟ كان سكران، هو أخذ كرات بيسبول كمان، واللي خباها كرات بيسبول. وهي هو البورخيز حكى بالبداية، أو سوري يعني ماركيز كان مصر إنه يوصف لنا حالة السكر اللي هو كان فيها واللاوعي، أوكي. فهو بالأصل لو بدنا نسأل ليش حكى له صاحب الصالة إنه أسوأ من أن تكون سارق أن تكون مغفل، هو ليه؟ لأنه أصلاً هو ما سرق كرات بلياردو، هي اللي انسرقت كانت كرات البيسبول. مين اللي سارق أصلاً كرات البلياردو؟ كان صاحب الصالة ومخبيها المؤتمن عليها على إدارتها، وهو كمان كان الكذاب اللي ادعى إنه انسرقت 200 من العملة. ففعلياً هو سارق كل إشي صاحب الصالة، وادعى وجود الجريمة حتى يغطي على سرقاته هو. الأصل هو السرق. هلأ وين النقطة؟ النقطة اللي بنحكيها ماركيز لعب على وتر إنه السارق شعر بتأنيب الضمير، ولكن لغبائه ما فتح السرة ولو مرة واحدة ليتأكد إنه اللي سرقه مش كرات بلياردو، اللي هو فعلا سرق إيش؟ كرات بيسبول. فلما رجعها صاحب الصالة صار يضحك إنه أنت يا غبي، يعني إنه أنت يا صاحب الضمير الحي، ما كلفت مرة نفسك إنك تنتبه شو سرقت أصلاً. فأنا أظن إنه هاي النقطة هي الأساسية، يعني زي ما حكى الأستاذ عفيف إنه كأنه هذا بده يحكي له إنه السرقة إلها فنون والخداع إله فنون. أنت حتى لما كنت بدك تكون سارق ما عرفت تكون سارق بالضبط. وهو دائما اللص الصغير هو اللي بحس بتأنيب الضمير،
اللي بس الأشياء الخفيفة، اللصوص الكبار، اللصوص السلطة واللصوص الأغنياء أصحاب الأعمال الكبيرة، وهدول هدول ما بحس، هدول اللي بيسرقوا فعلا البلد ما بحسوا بتأنيب ضمير. فعلا أظن هاي هي الفكرة الجوهرية من القصة، يعني اللي سرق مش فارق معاه، ولا ليش هو صار يحكي له إيش اللي بإيدك وأصر؟ طب ما هو صاحبه. أه. فيعني أتصور إنه لا، وحتى بصيروا يدعوا وجود سرقات أكبر ليغطوا على سرقاتهم. صحيح صحيح. ها. هو بغض النظر الكرات كانوا بيسبول ولا بلياردو ولا كان فعلا سرقة ولا لا، هو في النهاية في 200 بيزو من أكيد أكيد من سرقوا هدول، وهدول كانوا ادعاء زائد إنهم يكونوا موجودين، فهو بكل الأحوال مغفل، مغفل إنه رجع، مغفل بكل الأسلوب اللي اتبعه، مغفل كيف الجريمة تلزقت له على جميع الأصعدة، هو طلع مغفل، هو مش لص قد ما هو مغفل فعليا. صحيح صحيح. شكرا شكرا كثير رائدة. شكرا رنا، تفضلي. مساء الخير. اهلا. انتوا يعني اللي كنت بدي اقوله انتوا قلتوه، انا اجمل شيء كان بالقصه، انا ما حبيتها بس اخر جمله خلتني احبها كلها، انه الانسان يعاقب ليس لانه اقدم على خطا، او هون مثلا الجنحه او السرقه، يعاقب في كثير من الاوقات لانه عنده هالبراءه وقد تصل الى السذاجه. يعني مثل ما قلت انه في كثير هدول اللصوص الوسطاء الصغار بأنبهم ضميرهم وقرر انه يرجع، بده يرجع انا شفت انه سرق الطبات البلياردو يعني، ولكن الشخص الاخر صاحب الحانه يعني، لانه بده يقول للبوليس انه في 200 مسروقين والاغلب هو يعني هو اللي سرقهم، فلف هذه القصة وقال له يعني أنه البوليس ما رح يصدق أنه أنت ما سرقت الميتين للبس البسيط. فللأسف هذه بالحياة بتصير دائما، البسطاء في كتير أمرار بتروح عليهم على سجاج. هو دائما اللص الصغير هو اللي بيأكلها، أما اللصوص الكبار هم اللي بهربوا، الفاسدين الكبار هم اللي بهربوا، ما بمسهم أي شيء بالآخر. صحيح صح 100%. أنا شكرا لإلك. في حدا رافع ايده، تكنو، ما بعرف شو الاسم، هذا اسم سعيد. سعيد هديب. اهلا سعيد، كيفك؟ اهلين، الله يعطيك العافية، كيف حالك انت؟ تمام والله، مرتاح الحمد لله، الله يخليك. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. تفضل ستي الكريمة. عندي يعني انا هاي قصة قصيرة وجميلة، انا بعتقد انها اختزلت مجموعة روايات كبيرة انكتبت، يعني إذا بتتذكري رواية نجيب محفوظ اللص والكلاب. يعني قديش إنه دائما اللصوص مقسومين لقسمين، في لص فنان مبدع له طريقته في العمل ووجيه يعني مقدم في المجتمع محترم، وفي لص بسيط قد يسقط. يعني كلنا بنعرف البؤساء، قصة البؤساء عشان رغيف خبز قضى حياته يعاني من سرقة رغيف هذا الخبز، مع أنه غيره كانوا يسرقوا الأوطان، يسرقوا كل شيء كان يسقط تحت أيديهم كان. والله أنا مرة قرأت مسرحية يعني ما مش عارف يعني من اللي مألفها، اسمها أو عنوانها كلهم لصوص. فالحقيقة الأمر إنه هذه قديش بسيطة وحجمها صغير، إلا أنها اختزلت الكثير الكثير من مواصفات اللصوص في كل دول العالم. فيش دولة مثل ما حكى أخونا يعني مدينة فاضلة فيش فيها لصوص، ولا دولة أو منطقة خالية من أي نوع من الخلل، سواء كان اجتماعي أو اقتصادي أو أي نوع. لكن هناك دائما بيكون التركيز على البسطاء ويحملوا إثم الكثير من القضايا. يعني اللي سرق الميتين بيزو هذول اللي كانوا في ما تحاسبش عليهم، اللي تحاسب بس اللي سرق الطابات اللي إنه كلهم يمكن حقن بيزو واحد. فهيك يعني تقسيمة اللصوص ربنا، يعني في ناس لص فنان ولص تعبان، بس مش أكثر من هيك. صحيح. الله يعطيك العافية.
شكرا شكرا سعيد، شكرا. كثير لفتتني بالروايه قصه موضوع الغريب وكيف الكل اتهم الغريب وكيف الكل حتى الناس نفسهم صاروا زي اللي بيضحكوا على حالهم بيصدقوا الكذبه، انه الكل صار يحكي احنا عندنا ما في لصوص واحنا من اليوم طالع بدنا نصير هيك، حنصير نخاف من الغربه ويصير الواحد يطلع بده يدير باله على بيته وعلى اهله. كثير عاشوا الدور انه فعلا البلده ما فيها لصوص وانه هذا الغريب هو اللي سرق، وفعليا هم كلهم كانوا لصوص بسكوتهم عن الموضوع، لانه حتى الكل كان عارف انه مو هو السارق، هم حبوا يصدقوا هاي الكذبه. في ناس كانوا شاهدين زي المرأة اللي مسكوها وقالوا لها إنه إذا أنت ما بتسحبي شهادتك إحنا بنخليكي متهمة معه، اللي كانت مقضية الليلة معه لما سرقت الكرات للغريب. وفعليا هلا في الترجمة العربية ما كان باين هي عطتهم 20 بيزو ولا هم أعطوها 20 بيزو عشان تسحب الشهادة، بس الترجمة الإنجليزية بتوضح إنه هي اللي دفعت لهم فلوس عشان هم ما يضيفوها للتهمة. يعني تخيلوا قد ايه كمية النصب، انه كمية الفساد، انه فوق ما هم خلوها تسحب شهادتها كمان خلوها تدفع 20 بيزو عشان هي ما يحطوها في القضية معه كمتهمة عشان تهرب هي من القصة. فكمية الفساد كتير كبيرة، وهذا بيصير على مستوى من مستوى بيت صغير لمستوى دولة. فعليا إذا بنيجي على البيوتنا صغيرة كتير بتصير قصص إنه بنسرق إشي من البيت والمتهم دائما بيكون عاملة المنزل أو الحارس أو الشوفير أو كذا، رغم إنه اللي بيكون سرق ممكن الابن الصغير الصايع اللي ما عنده أخلاق. بس أسهل دائما إنه نعمي عيوننا عن المشكلة، وأسهل دائما إنه نرمي المشكلة دايماً على الشماعة الخارجية، إنه المشكلة مو من عندنا، المشكلة من برا، ونضلنا محافظين على الصورة المزيفة اللي إحنا راسمينها للدائرة تاعتنا، وهيك إحنا منوفر على حالنا إنه نحل المشكلة الرئيسية من عندنا ومنتهم الحد الغريب. فدايماً الغريب هو المتهم لأنه هو مختلف ولأنه هو أضعف وما عنده سند فعلياً. هذا بيصير على مستوى بيت صغير، بيصير على مستوى شركة، بيصير على مستوى مدينة، وبيصير على مستوى دولة. السلطات في الدول مليانة فساد، بس دائما أي شيء بيصير في الدولة بترميه على التدخلات الخارجية والتأثيرات الخارجية اللي عم بتأثر على أمن الدولة ومن كل هذا الحكي، رغم أنه فعليا المشكلة الأساسية والفساد الأساسي موجود في السلطة نفسها، بس أسهل لهم أنهم ما يعترفوا فيه، وأسهل لهم أنه ما يشتغلوا على الإصلاح، وأصلا هم ما بدهم يعترفوا عشان يضل الفساد موجود لأنهم مستفيدين منه. فقصة الغريب هاي اللي انحكت رغم انها قصة بسيطة لكن بتعكس كتير اشياء عم بتصير في واقعنا الحالي. مثال تاني بحب اعطي، بتذكر البنات اللي طلعوا في مظاهرات قبل سنة او سنتين في الاردن عشان حالات القتل النساء اللي صارت والجرائم اللي بسموها جرائم شرف. الكل صار يحكي تدخلات خارجية وسيدا وقصص زي هيك وبدهم يفسدوا البلد، وعموا عيونهم عن القصة الأساسية إنه هي في نساء قاعدة عم تنقتل والمجرم ما عم ياخد العقاب اللي بيستحقه، اللي هو العقاب الرادع اللي ممكن يمنع غيره إنه يعمل هاي الجريمة. ولغاية الآن عم بتصير جرائم قتل للنساء وعم تخلص في فنجان قهوة، وفعليا ما عم ياخد المجرم شو بسموه عقابه اللي ممكن يردع غيره إنه يعمل هاي الجريمة. فإحنا دائماً بنخبي عن السبب الرئيسي، بنتغاضى عن المشكلة الأساسية، وبنرمي الموضوع على التدخلات الخارجية لأنه أسهل لنا على جميع النطاقات. حابة أحكي عن زوجته لدمازو. مين بيحب يحكي عن شخصيتها؟ شخصيتها كانت ملفتة صراحة في القصة، وبتعكس نوع معين من أنواع النساء. فمين بيحب يحكي لنا عن زوجة دماسو في هاي القصة؟ اللي بيحب يحكي يرفع ايده. طيب اوكي سمر تفضلي. تفضلي سمر. هي بتعكس شخصية، يعني هي تجوزت شاب، يعني هي عمرها بالقصة، لأنه هي بعدين بتقول بعد 10 سنين يصير عمرك 30 وأنا بصير 47، فهي عمرها 37. فهي ظن بدها، يعني تجوزت جواز هذا غير متكافئ، أول ما بيعمل ما بيشتغل
وأصغر منها بكتير، يعني أنه هو يعتبر أقرب ما يكون أنه هو مراهق يعني، وهي ست ناضجة، لأنه هو بيذكر أنه هي بتكون بتمشي بخطوات ثابتة لأنه هي عارفة الواقع. فهي يعني أنه حبت أظن بدها تكون أسرة يعني، وهي ست مكافحة ويعني وبتشتغل يعني طول وقتها بتشتغل وبتجد وفاهم الناس بالقصة، لأنه هي يعني لما كانت هي تقعد تستناه وتنتظره يعني ضلت طول الليل، وعارفة لما هو رايح إنه هو يسرق. بالنهاية برضه لما هي راحت حاولت تمنعه لأنه هي عارفة النتيجة إنه هو راح ينكشف وما حدا راح يصدقه، وهو هي عارفة إنه هذا روك المدير إنه هو ادعى يعني هو استغل فرصة السرقة عشان إنه يدعي إنه كان عنده 200 بيزو، اللي هو بالأصل هو عارف هو ما عنده لأنه سرق بس 25 سنت. هلا هو استغل هذا روك لأنه يعني أنا اللي فهمت إنه هي عارفة فاهمة نفسيات العالم كيف بيتصرفوا، وإنه شايف زوجها يعني لساته غر يعني ما بيعرف إنه هو دافع العاطفة والاندفاع. هو يعني هي متأكدة إنه هذا الشخص إنه هو يعني ادعى، هو بداية لما قالوا هالقصة ما صدقت زوجها، وحتى يعني أنا بقرأ شكيت إنه ممكن قالها إنه سرق هذا المبلغ البسيط لأنه ما لقى إشي وفضطر يسرق الكرات، وهو يعني خلى المصاري معه يعني فرجونا، لأنه حتى بروح على الملهى ويعني كذا فعايش شوي يعني فرجونا إنه هو مش مهتم مش مهتم يعني شك فيه. بس بالآخر لما صار اللقاء ما بينه وبين روك يعني هو عارف إنه هداك إنه هو ما كان موجود بالمحل 200 بيزو، هو يعني هذا الروك هو ما سرق، أنا برأيي هو يعني استغل هاي الفرصة عشان إنه يقول أنا عندي 200، وحتى ادعى إنه في أشياء كتير انسرقت اللي هي الطاولة وأشياء كتير انسرقت وهي ما انسرقت، فبده بدي يستفيد من هاي الفرصة يعني إجته على طبق من ذهب زيه. نرجع لهاي اللي هي الست، هاي الشغل الست يعني هي كأنها هي أغرمت فيه، بس برضو يعني بظني إنه بدها تكون أسرة يعني قبل ما يفوت هالعمر لأنه زواجها مش متكافئ نهائيا. نعم تمام شكرا أوكي. سمر أي حد تاني؟ زوجة دمازول كان اسمها أنا I think في القصة، هي شخصية كتير في موجود منها، شخصية المرأة السلبية اللي عايشة على مبدأ ضل راجل ولا ضل حيطة، اللي هي المهم إنه في موجود رجال معي بالبيت، مش مهم إنه هذا الرجال عم بيأذيني وعم بضربني، مش مهم إنه هو خطر على حياة الجنين اللي ببطني، مش مهم إنه أنا اللي عم بصرف عليه وهو ما عم بصرف ولا إشي وضيع فلوسي على التدخين تاعه وعلى اللعبة وعلى كل هاي الحكي، مش مهم إنه هو ما بيعمل أي إضافة وما وجوده ما له أي قيمة فعلياً، ما له أي قيمة مضافة، لكن المهم إنه في رجال موجود في البيت، لأنه هي من النساء اللي تربت وهدول هاي نوعية من النساء كتير موجودة منها إنه الأمان هو رجل، المهم في قدام الناس في رجال معي موجود بالبيت حتى لو أنا اللي بصرف عليه، حتى إنه لو ممكن بيأذيني، لكن المهم إنه هذا الرجل في رجل موجود في حياتي. وهذا مش أول رجل، لأنه إذا تتذكروا بالقصة كان لما قعدت تحكي قعدت تطلع على الصور اللي معلقة على الحيطان، صور نجوم هوليوود اللي معلقة على الحيطان، قعدت تحكي إنه هاي الصور كلها بهتت قد ما مرقوا رجال عليها وشافوها، فهو مو هذا أول رجل، هذا واحد من رجال كتير مرقوا قبل استغلوها وطلعوا من حياتها، لأنه هي مجرد مرحلة في حياة هدول الرجال، هي بس بتكون موجودة بيجوا بيستغلوها بيستفيدوا منها ومن فلوسها وبيطلعوا لحدة تاني، المهم يكون في حياتها موجود رجل. حتى هي زي ما قالت سمر هي أكبر منه ب17 سنة، هو عمره 20، هو يعتبر حدا مش واعي لساته، حدا صغير، وهي عمرها 37 وبتشتغل في غسيل الملابس وكيها، وهي اللي بتصرف عليه وبتجيب له دائما دخان وبتعرف تتعامل معه. حتى في واحد فقرة من فقرات القصة صار يحكوا من قبل لما ما كانت تعرف تتعامل معه وتكون فاهمة كيف ترد عليه،
كان يأذيها وحتى سبب لها الإجهاض، لكن هلأ كانت هلأ هي بتقدر تتعامل معه، بتعرف إمتى ترد وإمتى تسكت وإمتى تعطي. فهي فعلياً كل حياتها متمحورة حوالين إنه أنا بدي أحافظ على وجود هذا الرجل في حياتي. وهذا مثال مؤسف على النساء، لكنه للأسف لساته موجود. طيب بدنا نحكي في مشهد صار اللي هو الرجل اللي كان يرقص في البار، وكان في قاعد عم يرقص مع ثلاث نساء، رجل غني بيكون مارق من البلدة وكل فترة وفترة بمرق وبيعمل حفلة في هذا البار وبعد يرقص مع عدة نساء. فقاعد يرقص مع كان يرقص مع ثلاث نساء، وكان دمازو قاعد عم بتطلع عليه مستفز منه كتير ومتضايق من وجوده، رغم انه هو فعليا الرجل ما مسه ابدا، كان متضايق من وجوده. وبعدين حتى لدرجة انه لما شاف هذا الرجل وجها لوجه حكى له أنا ما بحب مو حابب أسنانك، قال له هداك ولا أنا كمان، راح دمازو ضربه وصارت مشكلة في البار وبعدوا دمازو عنه فعليا. وهداك حكى كملوا الموسيقى وكمل الرأس فعليا. هلأ هذا المشهد ليه دخله؟ كان في سبب إنه ماركيز دخله في القصة، هو بيّن المشهد كأنه مدخل هيك فجأة، وبالذات مع طبيعة الترجمة. ليه شو الفكرة من هذا المشهد؟ ليه دمازو كره هذا الشخص رغم إنه هذا الشخص ما طب فيه فعلياً؟ ليه ماركيز دخل هذا المشهد لهاي القصة؟ ليه شو الفكرة من هذا المشهد؟ كانت ما بعرف إذا متذكرين المشهد، هو هيك زي مشهد عابر مرق. ويمكن في ناس كتير من اللي قرأوا القصة ما انتبهوا له، لكن أكيد في فكرة لوجود هذا المشهد. سمر متذكرة المشهد أنتي؟ ما بعرف إذا متذكرة. أستاذ عفيف متذكر المشهد؟ متذكرة. استغربتي منه ولا حسيتيه شيء زي الدعاية؟ ما بعرف، بس هو ركزوا إنه هو أسنانه زي أسنان الأرنب. بس ما فهمت. أنا ما بعرف، لأنه رجل غني وغير تفضل. هو ركزوا على الأسنان، حتى هو قال إنه شاف أسنانه زي أسنان الأرنب. فما بعرف الجبن يعني الأرنب مربوط بال، بس هو رجل إنه غني وبيستمتع بوقته وبيصرف على الحانة كلها واللي موجودين، فيمكن كان هو ناقم على هاي الطبقة اللي تصرف. هو فعليا ناقم مزبوط. استفز شيء، بس برضه يعني انه ليش ما بعرف ركز على الاسنان انه زي اسنان الارنب. فهو بصراحه كمان شوي ترجمه ما بتساعد كتير، يعني هي منيحه بس في اشياء انه بتطل واحد بايده يزيد. فانا كمان استفزني انه كان معه ثلاث نساء يعني ويرقصوا ويسووا. هو معتاد اصلا، هم متعودين عليه انه بيجي دائما وبيصرف. مزبوط. هو بمرق دائما من المدينة وبيصرف وكذا. الترجمة هي سيئة كانت صراحة، فيها كتير أخطاء واللغة المستخدمة مش كتير قوية، هي ركيكة، وفي ظلمة صراحة القصة، في مشاهد معينة كان ممكن إنه تدخل بطريقة طبيعية أكتر للقصة، لكن للأسف اللغة ما ساعدت. الترجمة الإنجليزية تاعت القصة أزبط وأوضح صراحة. أنا اللي لفتني في هذا المشهد أو الفكرة حسيت من هذا المشهد إنه دمازو، لأنه لما وصفوه في القصة وصفوه إنه هو شخص وسيم، عيونه حلوين، ملفت للنظر، كل هذا الحكي، لكنه إنسان عاطل عن العمل. فهو فعلياً المؤهلات الوحيدة اللي موجودة عنده هو شكله. في المقابل الشخص هذا البزنسمان أو الشخص الغني اللي كان يرقص مع البنات هو شخص تقصدوا إنهم يصفوه بطريقة إنه هو مو حلو. فهو بالنسبة إله دمازو كان قاعد عم بتطلع إنه أنا شاب صغير وأنا حليوة وكل هاي القصص، وأنا مو صحح لي اللي صحح لهذا الشخص اللي قاعد عم بصرف وقاعد عم برقص مع ثلاث ستات وكل الناس حواليه ومتحكم في الموسيقى ومتحكم في كل البار فعليا لأنه عنده فلوس. فهو حس إنه استفز، إنه أنا شو الوضع اللي بالذات إنه في داخله دمازو في هذيك الفترة كان في صراع إنه أنا سارق ثلاث كرات بلياردو، أنا دخلت حالي بقصة زي هيك على ولا إشي،
أنا بدي أرجعهم، أنا مو عارف أعمل، أنا بدي أروح أبيع كلات البلياردو عشان يصير معي فلوس وأصير غني. فهو كان قاعد عم بيعيش بصراع بين ضميره بجهة، وبين إنه بده يغنم جهة تانية، وبين إنه بده يرجع الكلات البلياردو من كل هاي القصة. وفي نفس الوقت هذا الزلمة الكبير اللي هو برأيه حدا بشع وشكله مستفز عايش حياته وقاعد عم بيعيش مع بناته ومبسوط وكل هذا الحكي، فهو بيحكي بالنسبة له إنه هذا الإنسان ما بستاهل الإشي اللي هو عايش فيه، أنا أحلى منه، أنا أصغر منه، أنا بستاهل هاي الحياة اللي هو عايشها. فكل هاي المشهد كأنه هو جزء هرب، جزء للصراع اللي عايش فيه دمازو. شكرا سمر. أبو يوسف تفضل. شكرا حلا. هلا التفاصيل اللي تفضلوا فيها الضيوف الحقيقة كلها غطت كثير تحليل، يعني تحليلات فرعية فردية للشخصيات إلى آخره. بس أنا إذا بشوف المشهد بطريقة هيك، بطريقة كلية بانورامية، بقول إنه هذه البلد بتمثل قاع العالم، بمعنى الكلمة قاع العالم اللي بتغيب عنه العدالة، قاع العالم اللي بتغيب عنه العلاقات السوية، قاع العالم اللي بتغيب عنه الأخلاق وهكذا. هلأ مشهد، يعني مشهد الرجل الغني هذا اللي جاي على المدينة عشان واضح الأسباب اللي جاي عشانها، بيمثل استكمال للاستباحة لهذا البلد اللي هو قاع العالم. الاستباحة يعني هلأ أنا بنظري هذا قد يرمز، يعني مثلا قد يرمز لي نوع معين من أنواع السياحة التي تجري في البلاد الفقيرة. هناك كثير من الأغنياء يعني يقصدون البلاد الفقيرة لهذا النوع من السياحة، يعني هذا استباحة للإنسان، هذا استباحة للبشر، استباحة للعالم. الحقيقة شعور مختلط من الغضب والأسى بيصيب الإنسان لما بيقرأ قصص من هالقبيل هذا، لأنه هذه النماذج من المدن في العالم، أو هذه النماذج من الأماكن في العالم، يعني تمثل حضيض الإنسانية وحضيض الحياة وحضيض حضيض كل شيء. وبالتالي يعني ما بعرف قراءة بشكل عام، يمكن هذا السبب اللي بيخلي سلمى ما تحب هالقصص، يعني وأنا مع سلمى بأنه في شيء، يعني أنا لما بقرأ قصص من هالنوع الحقيقة بشعر أني تأذيت، فعلا بشعر أني تأذيت بطريقة ما، بتأذى من هذا النوع من القصص. طبعا الأدب وعالمية الأدب وماركيز، وما حدا بينكر الحقيقة، ما حدا بينكر هذا الجهد، ما حدا بينكر هذا التميز. وهو لما بيخبر العالم بهاي القصص، هو كمان هذه صرخة بالنسبة لماركيز، هذه صرخة للعالم، صرخة للبشرية، للإنسان، إنه يا جماعة في قسم من العالم تعالوا شوفوا شو بيصير فيه. وبالتالي لا لوم عليه، يعني إنه يوصل لي أنا قصة من هالنوع، أنا اللي يوصلني القصة الصرخة الحقيقة تبعت ماركيز. صحيح في غضب وفي يأس وفي بؤس وفي إلى آخره، أنا شعرت فيه وشعرت بالصرخة هاي اللي أنا مش عارف كيف حتكون ردة، على الأقل ردة فعل التعاطفية مع مجتمع من هالنوع، ولو أنه مجتمعاتنا لا تخلو من بعض هالمشاهد هاي، إنما مش بها الحدة ولا بها الصورة المتفاقمة من قاع العالم وقاع الأشياء. يعني إحنا لسه في لازلنا نتمتع بقدر كبير من خلينا نقول المزايا النسبية اللي إحنا عايشين فيها، واللي يفتقدها مجتمع مثل مجتمع ماركيز ولا مجتمع دماسو أو أنا أو هدول الناس. يعني ما بعرف، أنا هيك شعرت يعني، وعم بحكي شعوري. وشكرا. شكرا أبي يوسف. عفوا. هلا احنا ما بننكر انه لسه في عنا شريحه عندها اخلاق، لسه في عنا مجتمعنا فيه فضائل، المجتمع اكيد ما بتخلق لو خليت باليد، لكن الفساد اللي موجود في القصه على جميع الاصعده
كتير بيعكس الواقع الحالي. هلا يمكن احنا بالذات بهذاك الوقت امريكا الجنوبيه كانت معروفه في الفقر والبطاله والفساد والاشياء اللي موجوده فيها، ولغايه الان هذا الحكي موجود في كتير من دول العالم. لكن فعليا هذا الحكي موجود عندنا بشكل كبير، واذا نضلنا نخبي هاي المشاكل بإنه نحكي عن الفضائل تاعتنا ما حيحل مشكلة، بالعكس يجب إبراز الفساد اللي موجود عشان نقدر إنه نحط إصبعنا عليه ونفهم أسبابه ونحله. الفساد موجود في السلطة، الفساد موجود في شريحة من المجتمع، الفساد اللي بخلي ستات بنات في الجامعة قاعدين عم ينقتلوا في الأردن وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا، الحوادث نفسها قاعدة عم بتتكرر وعم تشبه بعض كتير، سواء فساد سلطة، فساد شعب، فساد أسر، في أسر كلها قاعدة عم بتغطي على الموضوع وعم عم عم يمشي تمشي هاي القصص. ففي فساد، الوضع عم بصير من سيء لأسوأ للأسف. الحمد لله أكيد بالضبط زي ما ريم قالت هلا في الشات، هو فساد أخلاقي، وهاي مشكلة كبيرة، الفساد الأخلاقي عم بيزيد، ومنضلنا نحكي كله من التدخلات الخارجية وكله من إنه عم نقلد الغرب وكله من هذا حكي. لا لا لا، في مشكلة عنا في الأسرة وفي طريقة التربية، في عنا مشكلة في المدارس وفي المناهج اللي قاعدة عم تتدرس، في عنا مشاكل على 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 أصعدة جدا جدا كبيرة. هاشم قاعد عم بيحكي غياب الوازع الديني والأخلاقي، غياب الدين جزء من السبب لكنه مش السبب الرئيسي. في دول كتير قائمة على بدون فعليا دين، الدين ما بحكم فيها أي إشي في دول في أوروبا، ورغم هيك النظام فيها والقانون والأخلاق ماشي أحسن من هي ماشي عندنا. فالموضوع مش لحاله غياب الدين. أنا برأيي سمر حابة تضيف إشي، بس قبل ما تحكي سمر حابة أحكي شغلة تعقيبا برضو على كلام أبو يوسف، إنه هاي البلدة كان فيها كل الأشياء اللي بتسبب الفساد، الفقر، البطالة، الفراغ اللي وصلهم إنه لدرجة إنه مجرد إنه كرات البلياردو انفقدت بطل في إشي تاني يعملوه، صار في زي نوم وملل في كل البلدة لأنه كرات البلياردو بطلت موجودة، كأنه الشيء الوحيد اللي كانوا يعملوه فور انترتينمنت هو إنهم يلعبوا بلياردو. فتخيل أدي هاي البلدة مغيبة عن الحياة فعليا، فقر وبطالة وفراغ وجهل على جميع الأصعدة. رائدة بتحكي ما فينا نطالب بإصلاح سياسي بدون ما نفكك بنية المجتمع وننتبه لتفاصيله. 100% رائدة. سمر تفضلي. ملاحظة قبل ما تحكي سمر. تفضل أبو يوسف. لو سمحتي حلا. هلأ كل هاي العناصر والخصائص صحيح أنها موجودة بشكل نسبي في مجتمعاتنا، يعني بشكل نسبي، برجع بقول بشكل نسبي، مش بنفس الحدة اللي موجودة في بلاد فقيرة أخرى. يعني عندنا الفقر وعندنا الجهل وعندنا المرض وعندنا القهر وعندنا اللي بدك يا هذا. بس معنى ماركيز يحكي مثلا، انا هذا قصدته، انه ما في اصوات تطلع تحكي بالواقع الصحيح، الواقع المؤلم، الواقع ليش ما عندنا اصوات؟ لا ادري. هلا لو في فعلا اصوات تبحث في المجتمع وتستطيع إظهار الصورة، حتماً عندنا أقلام الحقيقة رهيبة. فكل هذا قد يطفو إلى السطح وقد يعني يصل إلى مدى معين يردع يصحح. يعني زي ما قالت رائدة، تغيير البنية لا يأتي لوحده، تغيير البنية يحتاج إلى كثير من الجهود، تبدأ بالأقلام وتبدأ بالفكرة وتبدأ بالفكر. ويعني المعادلة مش سهلة، المعادلة صعبة، فما بعرف، كان الله بالعون. صحيح، وتحكي رائدة كمان وضع المرأة شيء مركزي. صحيح، وإذا لاحظتوا أصلاً، شكرا رائدة على هاي النقطة، إذا لاحظتوا وضع المرأة في القصة، وضع المرأة إيش كانت؟ كانت زوجته اللي عايشة بس متوحر حياتها حولين الرجل، رغم أنها عم تتعرض لأذى، ورغم إنها كانت أذكى منه فعلياً، لأنها قعدت تحكي له حتى لما إجا بده يرجع الكرات والأمر كتير واضح ومضوى، قالت له الله الجمال اللي أعطاه ربنا في وجهك أخذه من عقلك،
هي فعليا كانت اذكى منه، وهي كانت صحيح. فرقه عامله وبتشتغل وبتجيب فلوس، ورغم هيك صحيح. كانت هي الاستحقاق عندها قليل، كانت هي انسانه حاسه حالها محتاجه للرجل، رغم انه فعليا في القصه هي كانت انسانه اقوى منه ومؤهله اكثر منه للحياه. وضع المراه كان في القصه مثلا المراه الثانيه اللي هي قاعده عم تشتغل في الدعاره، والمراه الثالثه اللي قاعده عم يرقصوا مع الرجل هذا، الثلاث نساء. ففعليا وضع المراه فعلا مركزي، طول ما هي المراه بهاي الصوره محطوطه في المجتمع، هي فعليا في اشياء كثير ما حتنصلح، وحيضل في كثير مشاكل. شكرا رائده على هاي النقطه. سمر تفضلي. وانا كنت بدي اذكر هي نقطه الجهل، هلا اللي هم الان طبعا هو الجهل، مع الجهل تستشر الامراض الفكرية والتصرفات الغير يعني منطقية، وطبعا عدا عن الانحرافات. طبعا هو الجهل يعني واضح انه ما حدا فيهم ما ذكرش فيه، ما حدا بتعلم، حتى ذكر انه الراديو بيستمعوش فيه، في ما قلت انهم مغيبين ما بيستمعوش الا مباريات البيسبول، يعني ما بيهتموا الا بس يسمعوا مباريات البيسبول، يعني طبعا هم هيك بس بيستمعوا أو روح يشوفوا اللعب بالبلياردو. يعني لما ضاعت الطاولة طابات البلياردو انه بطل، صاروا فقدوا كثير من المتعة، يعني حتى بطل هيك صاروا يروحوا من غير حماس. ولما وقفت خلصت، صار يقولوا انه بدها تخلص مسابقات البيسبول بعد اسبوع، يعني صابوا هيك بطلوا عارفين شو يعملوا. فهم في جهل مستشر، ما بعرف إذا هو متعمد ولا لا. أحيانا بيكون من مصلحة السلطة والفاسدين إنه يكون اللي تحت إيديهم جهلة، يعني عشان يقدروا يتحكموا فيهم ويعني يستفيدوا منهم. فهاي واضحة الجهل بكل أبعاده. وبرضه هذا البطل الشاب هو مستغل، يعني مثلا يعني أو شخص تاني إنه بيقدر يساعد مرته مثلا بالغسيل بالكوي، بيقدر يطلع يعني. فهو خلص متكل على زوجته ومش لاقي إشي تاني. يعني هلأ مزبوط ما في شغل، بس اللي بيكون برأي اللي بينوي بيقدر، هو خلص وبده ساق ورا ملذاته، يعني بوقت كان ياخد منها وبيروح يصرفهم على بيروح على المالها وبيصرف على الست، يعني أو حتى الست هذيك اللي تصرف عليه. فهو برضه يعني شخص أي نعم هو في سذاجة وفي عنده تأنيب ضمير، بس إنه شخص اتكالي 100%. هلا هي كمان هي زوجته ساعدته طبعاً، لأن هي بدها شخص بدها وجوده بحياته، مع إنه في إلها موقف يعني قوي، يعني كان ممكن تكون أقوى وإنه تدفعه للعمل. يعني لما صار إنه بده ياخذ منها 11 بيزو عشان إنه يبدأ في إله فكرة إنه ياخذ هدول الطابات ويبيعهم بمدن تانية ويربح، هون ما وافقت تعطي، مع انه هددها وصار يعني اتخانقوا وكذا، ما رضيت، قال هذا اجار البيت. يعني هون اصرت لانه شافته متهور. فهي كان ممكن يعني طالما انه في عندها شوي يعني في عندها مواقف تقدر تتحكم، انه قالت له حتى انتوا، قال لها مو صار يهددها انا بطلع، قالت له اطلع. ف يعني هم في الجهل والاتكالية واضحة كتير بهاي المدينة، وطبعا بسبب كمان والجهل واضح، ما عندهم اهتمامات لا فكري ولا حتى بنتج ولا بزرع، ما في إشي، مش مبين حياتهم بتدور بين الملهى وبين البلياردو، ما شفتش أماكن تانية، وزوجته هي اللي بتشتغل بالغسيل وكذا، فما شفت أشياء تانية، ما وضحش الكاتب أمور تانية. فهل يمكن لأنه بس عشان هم بدهم يعني يكونوا بهذا المستوى من الجهل حتى يضلوا الفساد منتشر؟ هاي بس ملاحظين. شكرا سمر. هو فعليا كان إنسان اتكالي ولا مسؤول، حتى لدرجة أنه لما قرر أنه بده يغير حياته ويعمل إشي جديد ويشارك في المصروف، راح سرق قاعة البلياردو بدل ما فعليا يروح يحاول انه يشتغل. ولما بعدين رجع صار يفكر في افكار اكبر شوي، صار يحكي اعطيني الفلوس اللي معك وانا بروح بصير الف من بلد لبلد او من مدينة لمدينة، اسرق كرات بلياردو وابيعهم، لانه كرات البلياردو طلعوا شيء كثير غالي.
ففعليا كل أفكاره هي بياخذ الطريق السهل، ما بده يتعلم، ما بده يشتغل على حاله فعليا، هو بده الطريق السهل اللي يساعده إنه يغنى. ولشو قاعد يحكي لها؟ عشان بدي أشتري 100 بدلة، يعني شوفوا شو طموحه، لإيش بده يغير حياته فعليا. فهذا بيعكس نوعية الرجال اللي موجودين في هاي المدينة، اللي زي ما قلتي الجهل والفرق والفقر والبطالة وكل هاي القصص. رائدة هون كاتبة لا يمكن كان متواكل، لا يمكن ترك سجائره، صح؟ كان بالنسبة له ما يأكل ما يشرب، بس المهم إنه ما يترك السجائر، وكانت هي تصرف على دخانه فعليا. كمان تعلق المومس به لما وضعت يديها على خصره، وهذا بيعكس لك برضو إنه السيدات كيف تعلقهم بالرجل وقديه وجود الرجل مهم، رغم إنه فعليا هم اللي قاعدين عم بطعموه بيشربوه بيصرفوا عليه. حتى المومس هي اللي صرفت عليه وعلى أكله فعليا. نقد عمالة الفتيات الصغيرات، نقد لعمالة الفتيات الصغيرات، كانت المومس طفلة فعليا، وهو ما فرق معه إنه يستغلها، كل واحد فاسد وسارق حسب قدرته. صحيح رائدة، كل واحد كان فاسد وسارق حسب قدرته، كلهم لصوص في المدينة اللي لا يوجد فيها لصوص، كلهم لصوص، بس كل واحد لص بطريقة مختلفة، اللي بيستغل مرته، اللي بيستغل الطفلات الفتيات الصغيرات، اللي بيكذب وبيحكي إنه 200 بيزن سرقته وهي فعليا ما انسرقت، واللي اتهموا الغريب، كلهم بالنهاية لصوص. شكرا رائدة وشكرا سمر. في تقريبا احنا غطينا كل المحاور اللي موجودة في القصة. في حد بحب انه يضيف اي اشي للقصة؟ حكينا عن الزوجة، حكينا عن الزوجة، حكينا عن رك صاحب البار اللي بيمثل رجال الاعمال، وحكينا عن السلطة والغريب، وغطينا تقريبا كل المحاور. تفاصيل القصة وزي ما حكت رائدة ذكرت جمل بسيطة موجودة في القصة، بس كلها إلها معنى، كلها إلها رمزية، الجمل فعليا لو الترجمة موجودة كانت صحيحة أو الترجمة كانت نوعيتها أعلى، الجمل فعلا إلها أبعاد كتير كتير عميقة. القصة بتحكي أشياء كتير. في حدا بحب يضيف إشي قبل ما نختم؟ أي حد بحب يضيف رأيه بأي شيء، أو بحب يضيف عن القصة أي شيء قبل ما نختم؟ أوكي، شكراً للجميع. سلمى بتحبي تحكي إشي قبل ما ننهي عن الأسبوع الجاي؟ لسه ما قررنا فيه، بس إن شاء الله جلسة الأسبوع الجاي، إيش الأسبوع الجاي راح يكون اللي هو ب2/7 إن شاء الله، راح تكون جلسة وجهية. مننزل لكم إن شاء الله بكرة تفاصيل الجلسة ومنشوفكم، وحتى اللي برضو حيكون في زوم فبرضو بتقدروا تشاركوا زوم، بس راح يكون الوقت أبكر، راح تكون بين 5:30 و6. بين 5:30 و6. أوكي تمام، شكرا كتير سلمى، شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، ونتمنى نشوفكم الأسبوع القادم. يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم، يعطيك العافية، شكرا لكم.